كان للرئيس العراقي الراحل صدام حسين أربع زوجات، الأولى هي ساجدة طلفاح ابنة خاله والتي تزوجها في العام 1963، وأنجبا عدي وقصي ورغد ورنا وحلا. وكان صدام حسين يظهر دائماً زواجهما بصورة إيجابية، لكنه في العام 1985 تزوج من سميرة شهبندر، وهو الأمر الذي سبب أزمة كبيرة بين صدام وزوجته الأولى وأخيها الذي فقد حياته في واقعة تحطم طائرة. وبحسب ما نقلته الصحف، فإن زوجته الأولى كانت تفتعل دائماً المشكلات مع الزوجة الثانية، حتى بدأت العلاقات الأسرية تتوتر، خاصة مع نجل صدام عدي، والذي شعر أن زواج أبيه بامرأة أخرى هو إهانة واضحة لوالدته. وبسبب كثرة المشكلات، قرر صدام إرسال زوجته الثانية سميرة إلى خارج بغداد. أما الزوجة الثالثة لصدام هي نضال الحمداني التي كانت تعمل في التصنيع العسكري، والزوجة الرابعة التي تزوجها في العام 2001 هي إيمان حويش ابنة وزير الصناعات الحربية. ويقال إن أزمة نشبت بين إيمان الزوجة الأخيرة لصدام وزوجته الأولى ساجدة أنقذت حياة الرئيس العراقي صدام حسين. ففي عام 2003 ومع اجتياح الولايات المتحدة العراق، كانت المخابرات الأمريكية زرعت عميلا لها في الدائرة الضيقة لصدام حسين، وكان ذلك العميل أرسل إلى المخابرات أن الرئيس العراقي ينوي مغادرة مقر إقامته المعتادة في ذلك اليوم، وسيذهب إلى منطقة ما في شمال بغداد. وعندما وصلت تلك المعلومات إلى الأمريكيين، قرروا استهداف صدام في هذه اللحظة، إلا أن شجارا وقع في تلك الليلة أنقذه، حيث إن زوجته الأولى ساجدة رفضت السكن في الفيلا الموازية للزوجة الرابعة إيمان حويش. وتصاعد الأمر إلى درجة تدخل معها عدي المعروف بأنه مرتبط عاطفيا لأقصى الحدود بوالدته، وأنه نصيرها الدائم في كافة المواقف. ومع ارتفاع أصوات الزوجات، قرر صدام حسين مغادرة المكان، وترك حل تلك المشكلة لعدي وسكرتيره الشخصي ورفيقه الدائم عبد حمود، والذين اتفقوا على أن تبقى ساجدة في الفيلا المجاورة لمقر زوجها صدام حسين، بينما تقيم الزوجة الأخرى إيمان في الفيلا الواقعة على الجانب الآخر، ليصبح الرئيس العراقي بينهما. ذلك الشجار أجبر الرئيس العراقي على التأخر في الوصول إلى الملجأ الحصين الذي استهدفته الولايات المتحدة، وأنهت حياة عميلها السري الذي كان عاجزاً عن معاودة الاتصال بها عبر هاتف الأقمار الصناعية ليخبرهم بتأخر انطلاق صدام حسين. وهكذا نجا الرئيس بسبب مشاجرة زوجية بين ساجدة وإيمان.